السلام عليكم ورحمة الله، معكم أبو هارون. عندنا هلا تشيكية 631، بالنسبة لنظافتها إذا بدنا نعرف نظافتها مبينة. نطلع على الخشب أول شيء، خشب نظيف، حديد نظيف، مو مقحوط، عيار مو مستعمل، عيار أمامي. عندك نكسر السبطاني، نطلع على الحلزون، بنشوف نسبة الحلزون الداخل، هل هو متاكل ولا لساته ممتاز نافر يعني مبين. بعدين عندك اذا بدك تعرف الرسول جيد او مو جيد، من كسرة البارودي بيني رسوله جيد، ترجع دغري. اما في عندك بواريد اذا مستهلكي او رسوله ضعيف ما بيكسر، هلق واصل للحد يكسر معك هيك، معناتها هاي راسوله بده غيار. طلع لاحظ عندك بس تسحبه التورة بترخي بيرجع، معناته راسوله جيد ممتاز يعني الساتو في عز دينه 80-90%. أما اللي بتكون مستهلكة تكسرها هي بيوقف ما بيرجع، بيكون معك العمر ناقص يعني أقل من 50% الراسول، بيكون راسوله ضعيف بده غيار. اما هذه بس تتركها هلا واصل للسن تنزل التوره ترخي بيرجع، معناته رسوله كويس. اما اذا ما رجع معناته رسوله ضعيف بده غيار. وهيك بيكون عندنا شرح نظافه الرسول ونظافه الحلزون تبع التشيكيه 631. تقبلوا تحياتي وأي استفسار جاهزين.